ازيكم يا اصحابنا، عاملين ايه؟ النهارده بقى هكلمكم في موضوع الوقت، وهحكي لكم الموضوع اللي حسونا عمله. يا حسونا، حسونا. ايوه تعالى يا حسونا بسرعه. عايز ايه مني؟ ازيك يا حسونا؟ سيبني انام، عايز انام. ايه يا حسونا تنام ايه؟ انا عاوز اكلمك في موضوع مهم قوي. النوم سلطان. حسونا، النوم سلطان. يا حسونا اسمع كلامي، عايز انام. يا حسونا فوق بقى، يا حسونا كده وفوق. ما نمتش غير 20 ساعة، عايز انام. ايه 20 ساعة يا حسونا؟ عايز انام. يا حسونا ما ينفعش كده يا حسونا. النوم سلطان. يا حسونا فوق يا حسونا. انت ما بتنامش ليه؟ يا حسونا احنا المفروض ننام 8 ساعات في اليوم، وبقيت اليوم نشوف ورانا ايه. احنا بننام 20 ساعة وبناكل في 3 ساعات وبنعمل الباقي في ساعة. بتنام كام ساعة يا حسونا؟ 20 ساعة يوميا. 20 ساعة يا حسونا؟ الكلام ده غلط يا حسونا. غلطوا ايه؟ 20 ساعة ازاي؟ اليوم 24 ساعة. لما ترتاح تبقى مرحة. تفتح ايه ومرح مع ايه يا حسونة؟ لا كلامك غلط يا حسونة كده، انت كده هتخلي اصحابنا يزعلوا منك يا حسونة. انا بحافظ على صحتي. لا يا حسونة، بالعكس انت كده بتدمر صحتك يا حسونة. النوم سلطان. لا انا زعلان منك يا حسونة، واصحابنا كلهم هيزعلوا منك. انت اكلت امبارح في كام ساعة؟ يا حسونة انت نص ساعة يا حسونة اكل. غلط، بالزبط. واكل في 8 ساعات. ايه 8 ساعات يا حسونة؟ لا انت بتعمل حاجات كتيرة مش مظبوطة يا حسونة. اتلذذ بالاكل. بتلذذ ايه يا حسونة؟ 3 ساعات تقعد تاكل فيهم يا حسونة. اطمى تحس بطعم الاكل. عشان تحس بطعم الاكل يا حسونة تقعد 3 ساعات تاكل. لا انت غلطان كتير قوي يا حسونة. انت اللي مش حاسس بقيمه الدنيا. الدنيا دي يا حسونة؟ انا بقول لك عاوزك تنظم وقتك يا حسونة. ايه اهميه الوقت يا حسونة؟ الوقت ده عمرنا. عمرنا؟ ايوه يا حسونة. انت من اصحاب نظريه الميه H2O. يا حسونة، اكسجين وهيدروجين والحياه عنصر واحد، الوقت مش كده؟ نظرية فاشلة. لا ازاي يا حسونة؟ لازم تحافظ على وقتك وتنظمه عشان تبقى ناجح في حياتك. نظرية فاشلة زيك يا فصيح. ايه حسونة؟ ركز يا حسونة، هتخلي اصحابنا يزعلوا منك يا حسونة. الفلاح الفصيح بيغرم البيضة ويصيح. حسونة ركز يا حسونة، بقول لك معايا كده اصحابنا يزعلوا منك يا حسونة. اهم حاجة الوقت. ايه اهمية الوقت ده عمرنا زي ما فهمتك يا حسونة، لازم تنظمه. اتمتع بعمرك. ما انت تتمتع بعمرك يا حسونة باللي انت تنظم وقتك وتنظم يومك يا حسونة. اي حاجة تعجبك في الدنيا اعملها في الوقت اللي يريحك. لا يا حسونة، كل حاجة ليها وقتها يا حسونة. النوم ليه وقت يا حسونة، والاكل ليه وقت يا حسونة، واللعب كمان يا حسونة، والمذاكرة يا حسونة. انا غير مقتنع. لا يا حسونة، انت هتقتنع يا حسونة لما تعرف اللي انت ممكن تنظم وقتك وتستفاد باليوم كله. انا عايز انام خلاص بقى، جواز النوم. فوق يا حسونة بقى فوق. عايز انام تاني يا حسونة. هتقولي عاوز تنام؟ سيبني انام. لا فوق يا حسونة، فوق. دي وقت النوم يا حسونة. انت لسه صاحي كده بتقول لي نايم 20 ساعة. فوق بقى، اصحابنا هيزعلوا منك خالص. اصحابنا هيزعلوا منك فوق. لا حسونة، انت تعبت قلبي قوي معاك يا حسونة. انا كل شوية يقولوا لي اصحى عشان تنام، اصحى عشان تنام، عايز انام. بيصحوني. لا يا حسونة، اقتنع بقى يا حسونة بقى، نظم وقتك. اديني اهمية، ليه اعمل كده؟ عشان تبقى منظم في يومك كله وتستفاد بكل دقيقة. ليه ابقى منظم؟ عشان تبقى منظم في حياتك يا حسونة وتبقى ناجح.
انت كده تعبتني جامد يا حسونه. ليه تعبتك؟ الله ايه ده بقى يا حسونه بقى؟ انا هسيبك وامشي بقى. بص انا هسيبك يا حسونه بقى. يا اصحابنا اوعى تعملوا زي حسونه، نظموا وقتكم عشان الوقت ده حياتنا. نيجوا تصحوا. لا 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 اوعى تسمعوا كلام، ما تسمعوا كلامه، تسمعوا كلام حسونه. يلا حسونه بقى انت امشي بقى حسونه بقى، امشي يا حسونه. اصحابنا اسمعوا كلامي انا يا حسونه، اصحابنا اوعى تسمعوا كلام حسونه، اسمعوا كلامي، نظموا وقتكم. يلا بقى اشوفكم على خير بقى اصحابنا.